التفجيرات التي استهدفت المطار الدولي ومحطة للمترو في العاصمة البلجيكية بروكسل شلت حركة النقل في العاصمة الأوروبية، حيث أغلق المطار الدولي إلى يوم غد، كما توقفت شبكات المترو والحافلات عن العمل. وفي أعقاب هذه الهجمات شددت الشرطة الاتحادية في ألمانيا الرقابة في مطار فرانكفورت الدولي من خلال نشر المزيد من رجال الشرطة. وكذلك هي الأجواء في فرنسا، حيث عززت الإجراءات الأمنية في مطار شارل دوغول. ولتعزيز الأمن في وسائل النقل المشتركة ستسمح السلطات بالوصول إلى الأماكن العامة لوسائل النقل للأشخاص المزودين ببطاقة سفر أو بطاقة هوية فقط، إلى جانب اتخاذ تدابير مراقبة وتفتيش منهجية. كما توقف أيضا قطار يوروستار الذي يقوم برحلات بين بروكسل ولندن في الاتجاهين. والقطارات التي كانت تقوم برحلات توقفت في مدينة ليل الفرنسية. وعلى غرار فرنسا وألمانيا، عززت السلطات البريطانية الإجراءات الأمنية والدوريات في مطار غاتويك بلندن.